السلام عليكم، أهلا بكم في محاضرة الرجعة المتقدمة الفرقة الرابعة شعبة اللغة. نكمل النهاردة التمارين اللي بدأنا نحلها الأسبوع اللي فات. أهم حاجة في التمرين لما تيجي تحله إنك تعرف إيه المطلوب علشان على أساسه إيه اللي أنت هتطلعه من بيانات التمرين وتقدر تحل عليه. هو هنا بدأ معايا بيقول لي the following are audit procedures from different transaction services. هنا مجموعة من الإجراءات الخاصة بالمراجعة. طالب مني أول حاجة for each audit procedure identify whether it is a test of control or substantive test of transaction. تحدد إذا كانت الاختبار ده أو الإجراء اللي قام بيه ده كان بيعمله عشان يقوم باختبار بالرقابة ولا اختبار عمليات. المطلوب الثاني for each audit procedure identify the transaction related audit objective or objectives being satisfied. حدد ايه هو الهدف بتاع المراجع من الاجراء ده. طيب هنشوف كده. رقم واحد examine duplicate copy of shipping documents for evidence that quantities were verified before shipment. هو هنا بيقول لي ان هو راجع نسختين من بطاقية الشحن علشان يتأكد من ان الكميات تم التحقق منها قبل عملية الشحن. طيب هنا انهي نوع من الاختبارات؟ هو هنا بيختبر المستندات اللي عنده عشان يتأكد ان الكميات اللي وصلت هي الكميات اللي كانت مطلوبة، وبالتالي هو هنا بيختبر نظام الرقابة الداخلية اللي اتأكد فيه ان الكميات كانت واحدة مش ترانزكشن، لانه مش عامل ترانزكشن هنا، هو بيختبر. طيب الهدف بتاعه هنا ايه؟ وهو بيراجع الفواتير، الهدف بتاعه انه يتأكد من دقة الكميات quantities were verified. يبقى هدف المراجعة هنا accuracy، الدقة. المطلوب الثاني select a sample of payroll checks and agree hours to employee time record. هو اختار عينة من الشيكات الخاصة بالمرتبات وطابق القيم بتاعت الشيكات ديت بالساعات بتاعت كل موظف، الساعات المسجلة لكل موظف. يبقى هنا هو بيراجع التسجيل بتاع قيمة البيرولز او المرتبات بتاعتي، الشيكات بتاعتك القيمة بتاعتها اتسجلت صح، اللي هي محسوبة على اساس الساعات التشغيل بتاعت كل موظف. يبقى هنا هو ما بيختبرش نظام رقابة، هو بيختبر انها اتسجلت. يبقى هنا بيتكلم على ترانزاكشن. برضه الهدف بتاعه هنا ايه؟ هو بيتأكد من دقة التسجيل، يبقى برضه accuracy، الدقة. رقم ثلاثة use audit software to food and cross food the sales journal and trade balance to the general ledger. هو هنا بيراجع باستخدام برنامج المراجعة علشان يتأكد من اليومية بتاعت المبيعات ويتتبع عملية التسجيل في الجنرال ليدجر، يعني بيشوف العمليات بتاعت المبيعات دي اتسجلت عندي في الجورنال وبعدين راحت الليدجر ولا لا. طيب هنا هل هو بيراجع كنترول ولا ترانزاكشن؟ طبعا هي هنا واضحه قوي، ما دام انا بتتبع عمليه من بدايتها لنهايتها يبقى انا هنا خاصه بالترانزاكشن، وهنا هو بيتاكد انها اتسجلت في الجورنال واترحلت بعد كده للليدجر، يبقى الهدف بتاعي بوستنج اند سمرايزيشن. نمبر 4 examine the shipped package and related vendor invoice for evidence of approval of account classification. هو هنا راجع او اختبر المستندات الخاصه بالموردين ويتاكد ان التصنيف بتاعها اتصنفت صح، يعني ان الحسابات بتاعتهم اتراحت تسجلت في الاماكن الصح، كل مستند من المستندات او الفاتوره بتاعتهم راحت على الحساب الصح. For evidence of approval of account classification اتحقق من انها راحت في المكان الصح. يبقى هنا بتحقق من ان هي راحت في المكان الصح مش اتسجلت. يبقى برضه هنا انا بتكلم على test of control، ويبقى الهدف بتاعي هو ايه اللي هنا هيتاكد من انها account classification، يبقى الهدف بتاعي هنا classification او التصنيف بتاع الحسابات كان صح. Number 5 trace a sample of shipping documents to entry in the sales journal.
هيتتبع عينة من المستندات الخاصة بالشحن لتسجيلها في يومية المبيعات. أول ما نلاقي على طول تسجيل أو بوستنج أند سمرايزيشن، يبقى على طول بتكلم على ترانزاكشن. يبقى أنا هنا سبستانتيف تيست أوف ترانزاكشن، وهنا هو بيتأكد من اكتمال العملية أو إن العملية اتسجلت بالكامل في السيلز جورنال، يبقى كومبليتنس. نمبر 6 examine a sample of warehouse removal slip for signature authorized official. خد عينة برضه من المستندات بتاعة المخازن علشان يتأكد من توقيعات أو توقيع شخص مسؤول. أول ما بنلاقي على طول كلمة authorized أو authorization أو signature، يبقى على طول هنا أنا بتكلم على test of control، بتكلم على إجراء رقابي. وهنا يبقى الهدف بتاعي ان هو عايز يتأكد من الدقة في التوقيع، ان التوقيع موجود، يبقى occurrence. number 7 select a sample of entries in each receipts journal and trace to posting in individual customer accounts receivable record. هيختار عينة من القروض الخاصة بالمتحصلات النقدية من اليومية، ويتتبع تسجيلها في الحسابات الخاصة بالاكونت سيسيبل. برضه زي ما احنا قلنا، اول ما الاقي ان انا في عندي تسجيل وبوستنج، يبقى انا على طول بتكلم على سبستنتيف تيست اوف ترانزاكشن، ويبقى الهدف بتاعي بوستنج اند سمرايزيشن. اخر واحدة سيلكت اسامبل اوف سيلز انفويس اند اجري برايس تو ذا ابروفد برايس ليست. هيختار عينة من فواتير المبيعات ويتأكد إن الأسعار اللي موجودة هي نفسها الأسعار اللي اتسجلت في القائمة بتاعت الأسعار. برضه هنا بتكلم على تسجيل، بتكلم على تسجيل أسعار في فواتير، يبقى تيست اوف ترانزاكشن، والهدف عندي الأكيورسي أو الدقة. طبعا المفروض الحل بتعمل جدول تكتب فيه نوع التيست، والعمود الثاني فيه الهدف او الاوبجكتيف بتاعك. التمرين الثالث the following are audit procedures from different transaction cycles. برضه مديني هنا مجموعة اجراءات تمت في خلال المراجعة. مطلوب مني اول حاجة for each audit procedure identify the type of evidence، نوع الدليل. For each of the procedures identify whether it is a substantive test of transaction, test of debt of parents and debtor procedures or test of control. For each of the procedures identify the parents related to the object. يبقى طالب من هنا ثلاث حاجات، ان انا بحدد النوع بتاع الاختبار، وبحدد ال evidence، وبحدد الاوبجكتيف كان. يعني التمرين ده شامل الاثنين اللي قبل كده. نرجع تاني، اول سؤال بيقول لي examine sales invoice for evidence of internal verification of prices quantities and expenses. هو هنا هيراجع برضه عينه من الفواتير بتاعت المبيعات علشان يتاكد من الاسعار اللي كانت موجوده ديت، انها تم التحقق منها هي والكميه. يبقى هو هنا بيتحقق من وجود حد راجع الاسعار والكميه، يبقى على طول ده تيست اوف كنترول، لان انا عايز اشوف في حد راجعها ولا لا. الايفيدنس بتاعي هيبقى طبعا هو هنا بيراجع الانفويسز والانفويس دي دوكيومنتيشن. الاوبجيكتيف هيبقى اكيورسي او الدقه. تاني حاجه select item from the client official inventory records and examine the items in the company's warehouse. هو هنا خد عينه برضه من السجلات بتاعت المخازن وراجعها مع الكميات اللي موجوده او الايتمز اللي موجوده عنده في المخزن. برضه هو هنا بيراجع هل البضاعه دي موجوده في المخزن ولا لا. يعني يبقى هو هنا بيعمل تيست اوف كنترول برضه. ونوع الايفيدنس اللي استخدمها هنا، هو راح الور هاوس او المخازن وشاف بنفسه الايتمز اللي موجوده فيها، يبقى ده فيزيكال اكزامينشن. الاوبجيكتيف هنا كان
appearance انها موجودة، الوجود يعني. نمبر 3 use all the software to put on the crossword the cached specimen journal and trace the balance to the general ledger. راجع استخدام البرامج بتاعت المراجعة المدفوعات أو الجورنال الخاص بالديسبيرسمنت اللي هي المدفوعات، وتابع أو راجع القيم اللي موجودة في الجورنال ديت، هل هي اتنقلت للليجر ولا لأ. احنا قلنا قبل كده أول ما ألاقي جورنال وبوستنج أو لليجر يبقى على طول أنا بعمل هنا سبستنتيف تيست أوف ترانزاكشن، وإن الهدف بتاعي بوستنج سمرايزيشن. هو هنا بيتأكد إن القيمة بتاعت الجورنال هي اللي راحت الليدجر، القيمة ديت يبقى هو هنا بيعمل ريكالكوليشن، هو بيراجع موضوع التجميع، بيجمع الأرقام تاني الموجودة في الجورنال ويشوف هي اللي راحت الليدجر ولا لأ. Select a sample of entries in the acquisition journal and trace each one to a related vendor invoice to determine whether once exists. هو خد عينة هنا من اليومية بتاعة المشتريات وراجعها على الفواتير بتاعة الموردين عشان يتأكد إنها موجودة، يعني إن أنا اللي بسجل في الجورنال ده أو القيمة أو البيان اللي مسجل في الجورنال موجود له مستند خاص بيه. يبقى هو هنا بيتأكد من وجود المستند مش بيتأكد من قيمة اللي تسجل عندي في الجورنال. وجود المستند يبقى انا هنا برضه بعمل اختبار للكنترول، تيست اوف كنترول. هو راجع ايه هنا برضه؟ هو راجع الجورنال والانفويس، والاثنين دول يعتبروا دوكيومنتيشن، وهو بيراجع عشان يتاكد من وجود المستند، يبقى appearance او الوجود ده الاوبجكت. Examine documentation for acquisition transaction before and after the balance sheet date to determine whether they are recorded in the proper period. هو برضه هنا بيختبر documentation مستندات هي تخصص بالـ acquisition بالحيازة أو الشراء قبل وبعد تاريخ إعداد الـ balance sheet علشان يحدد إذا كانت عملية التسجيل دي تمت في الفترة الصح. يعني أنت اشتريت مثلا في 2010 اتسجلت في 2010 ما اتسجلتش في 2011، فيبقى هو هنا بيتأكد بس إن أنت سجلت البيانات بتاعتك في التاريخ أو في المكان الصح. يبقى أنا نوع المستند أو نوع الـ evidence هنا هيبقى إيه؟ هو هنا هيبقى documentation بيتأكد إنها اتسجلت في التاريخ الصح مش بالقيمة الصح. يبقى أنا برضه test of control، ويبقى أنا براجع هنا الـ هو هنا بيراجع ان ال documentation for acquisition transaction before and after the balance sheet date to determine whether they are recorded in the proper period. ان القيمة اللي عندي اتسجلت في التاريخ المظبوط، يبقى انا كده test of the fields of balance و ال evidence بتاعي يبقى documentation، ويبقى ال objective accuracy دقة التسجيل يعني. Inquire of the credit manager whether each account receivable on the aged trial balance is collectible. سأل المدير الخاص بالائتمان عن الحسابات الخاصة بالعملاء علشان يتأكد إن البيان اللي موجود أو الأرصدة اللي موجودة دي تم تحصيلها ولا لأ. طبعا لو أنا سأل يبقى على طول أنا الـ evidence بتاعي هيبقى inquiry. هو بيتأكد برضه من القيمة اللي مسجلة عندي بتاعة المتحصلات، يبقى تيست اوف ديلز اوف بالانس. ال objective بتاعي هيبقى اكيورنس. Compute inventory turnover for each major product and compare with previous years. هيحسب المعدل
دوران المخزون ويقارنه على مستوى السنوات السابقة. طبعا هنا على طول أول ما ألاقي مقارنة يبقى أنريتال بروسيدرز وإيفيدنس أنريتال بروسيدرز والأوبجيكتيف هيبقى أكيورسي. كونفيرم سامبل أوف نوتس بيبل بالانس انتريست ريت أند كوليترال وسلندرز. هيعمل هنا مساقطة أو يتحقق من قيمة النوتس بيبل والمعدلات الفايدة والقيم المحصلة من المقرضين. طبعا أول ما نلاقي كلمة كونفيرم يبقى أنا بتكلم على كونفيرميشن، وهنا بتأكد من البالانسز يبقى أنا تيست أوف ديتيلز أوف بالانس والأوبجيكتيف بتاعي يبقى أكيورسي. آخر حاجة يوز أول سوفت وير تو فور ذا أكونتس ريسيفبل ترايل بالانس أند كومبير ذا بالانس ويز ذا جنرال ليدجر. هيستخدم البرامج بتاع المراجعة عشان يتأكد من قيمة الرصيد بتاع الأكونتس ريسيفبل ويقارنها بالموجودة في جنرال ليدجر. يبقى انا هنا بعمل ريكالكوليشن والتيست بتاعي تيست اوف ديليز اوف بالانس والاوبجيكتيف بتاعي بوستنج اند سمرايزيشن. الاجابه هتبقى برضه زي ما احنا قلنا في شكل الجدول. يعني انا هسيبك شويه كده عشان انت تقدر تراجع الاجابات. انا عندي كده في اثنين الاولانيين تيست اوف كنترول وبعدين سبستنس تيست وبعد كده تيست اوف كنترول وبعدين الاثنين واربعه تيست اوف ديفينس اوف بالانس واحده انريتال بروسيدرز وبعدين تيست اوف ديفينس اوف بالانس. كده يبقى احنا تقريبا خلصنا الشابتر بالتمارين اللي عليه. ان شاء الله المحاضره اللي جايه هنبدا في الشابتر الجديد. وشكرا.